حلوة برشا الهربة 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 وهدف التعادل الهربة وهدف التعادل الهربة وهدف التعادل لأنه ليفربول لن يستسلم ولأنه صلاح يقدر ومباراة للتاريخ 2-2. لا أخفيكم سرا لو سألتموني أي مباراة تمنيت أن أعلق عليها في مشواري لقلت لكم بدون تردد نهائي إسطنبول ليفربول ميلان وقت اليتقاو. هي حرب النجوم، هي حرب الجالاكتيوس. هل هو تسلم؟ لا، كما أيضا ضد فريق واستبرام الثالث صلاح على هدف الثالث، الهدف الثالث يا صلاح، دندن يا صلاح، نور يا صلاح، سجل يا صلاح، اكتب يا صلاح، يا كاتب التاريخ هات الريشة واكتب بماء الذهب، اكتب على مجلد الذهب احد اولاد الذهب، صلاح يسجل الموسم الخامس على التوالي هدف في ماتش الافتتاح. يا ماتيب والكسندر يوزع جول 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 صلاح جول محمد صلاح جول يمشي صلاح صلاح ومندي خطير صلاح وجول صلاح وجول دندن يا صلاح على ايقاعات نجم ومول يا صلاح على ايقاعات عبد الوهاب والعب يا صلاح على انغام السد وغني يا صلاح على اغاني فريد ما احلى الربيع يا صلاح بذكريات اسمر يا اسمراني جونز في وسط الملعب يمشي بالكورة خطيرة صلاح حلوة يا صلاح رائع يا صلاح ابدع يا صلاح حتى صلاح عالمي 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 الولد المصري الله يا الزقازيق زقزق يا صلاح مش ممكن يا صلاح ابكاهم صلاح بالعاده صلاح سبيسياليتي صلاح الثاني عالمي على طريقه الكبار وهو من الكبار بمراوغات دييغو وابداعاته ليو وقنص رونالدو ضربهم صلاح خامس البلندور من عامين مش ممكن مش ممكن مش ممكن فات من هنا خطيرة بالراس وصلاح با 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 جول يفعلها صلاح ويسجل الجول الثاني يسجل الرابع يسجل المئة واحد في مشواره في البريمير ليج محمد صلاح في الموعد كعادته يسجل هدفه 130 مع نادي ليفربول يا سلام الهدف الرابع لمحمد الثاني لليفربول كرة القدم كجماهير هنا محاولة ملعوبة وصلاح الله لا يلغى جمال الهدف إذا يحتسب الهدف هنا لصالح ليفربول وكمان يا أبو مكة كمان من الأرقام كابتن جونز والمتابعة ومحمد صلاح يخطف ومحمد صلاح يخطف التقدم كرة كارتل جونز ترتد من دياغو كوستا ومحمد صلاح أمامنا هنا أهو في الموعد يا دوبك لمسة بإحساس عالي أمامنا هنا من الإيجيبشن كينج بن محمد صلاح مو صلاح يسجل أهلا ودي صلاح وممكن الثاني ممكن الثاني صلاح والثالث ليفربول تمريرة حلوة من كارتل جونز وصلاح يفك الشراكة مع إيتو في 30 هدف في دوري أبطال أوروبا للمصري محمد صلاح أمامنا والثاني لي في هذه الليلة والثالث في مباراة اليوم لنادي ليفربول 3-0 من الهزائم الأصعب في تاريخ نادي بورتو الحقيقة لما خسر أمام ليفربول يعني ب5-0 من قبل وخسر أمام بايرن ميونخ أيضا 1-6 والنهاردة حتى الآن هو ليفربول ثنائية صلاح في الدقيقة طبعا وصلت إلى السوبر مو صلاح يتقدم يمر الله 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 يا السوبر مو محمد صلاح وأعجوبة من عجائب صلاح وهدف من الأهداف التي تسجل بماركة محمد صلاح هنا رابع الأهداف
مهدي صلاح هو بحر من الإبداع لا ينضب. نعم هو بحر من الإبداع لا ينضب. الله على كرة سجلها في السيتي اليوم يكررها في مرمى فريق واتفورد. الله عليك الله ما أجملك وما أجمل ما تفعل ما أجمل ما تقدم وما أجمل الأهداف التي تسجلها يا